والله سبحانه وتعالى يقول اعلموا أن ما غنمتم، أي كل ما غنمتم من شيء، أي شيء قل أو كثر، كما قال الله تبارك وتعالى وما كان نبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ولو كان شيئا يسيرا. ولما مات أحد المقاتلين مع النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه وكان مولى، فقالوا هنيئا له الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل الشملة التي غلها تشتعل عليه في قبره، وهي شملة عباءة، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. والغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، يعني السرقة، أن يأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم. الله تبارك وتعالى يقول الغنيمة هذا مصرفها، واعلموا أن ما غنمتم من شيء أي شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل.